السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم عند قناتي وسط فاصيل. اليوم راني غادي ندير معكم واحد الكاطو، راه كيجي زوين، نتاع 2022. سنة سعيدة إن شاء الله. نبداو في المقادير نتاع الجينواز. عندنا 4 البيضات، وغادي نديرو البيض وحده والصفر وحده. البيض يكونوا في درجة المطبخ، نزيد عليه 100 غرام تاع السكر، الساشي فاني، غادي نزيد قرصة ملح، وبسم الله غادي نديرهم يطلعوا واحد 3 دقائق، ونزيد عليهم الصفار البيض. غادي نخليهم يطلعوا مزيان مزيان. صافي، اول الخليط اللي حصلنا عليه هكا يكون ثقيل. غادي نجيب 80 غرام نتاع فارينة و 20 غرام نتاع كاكاو المر، صافي بيناتهم 100 غرام. طبيعة الحال يكونوا مغربلين هكا، تخلطوا غير شويه بشويه باش ما يتكونوش هذوك الحبوب الداخل ديال الفرينه. غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه، غادي تجيب واحد المعلقه ديال الزيت، تجيبوا الشيطه وتفوتوا على المول ديالكم كامل باش ما تكونش فيه طبات. نجيب ورق الزبده، راه فصلته من قبل، نفرشو على المول ديالي، نفرغو الخليط، صافي تساويو هكا مزيان باش يجي لكم مساوي. ودرك غادي نشعل الفران على 180 درجة ومدة 10 دقائق، صافي الكادو ديالي يكون واجد ان شاء الله. بسم الله، الكاطو ديالي وجد. غادي تجيبوا واحد ورق الزبده وتقطعوه كما هكا، وتغطيوه هكا فوق الكاطو ديالكم باش تقلبوه على الجهه اخرى هكا. وغادي نجيب هذاك الرقم 0، غادي تقصوه هكا، وغادي تجيبوا هذاك المسلي كتقطعوا به بيتزا هكا يقطع مزيان. غادي نجيب الرقم 2، صافي نقطع هكا مزيان. والجينواز لابد تكونوا ديروا جوج نفس المقادير، راه واحد الجينواز ما غاديش يزيكم، خصكم ديروا جوج. صافي انا حصلت على الرقم، نديرو هنا، ندير السيرو اللي غادي نسقي به الجينواز ديالي. غادي ندير 2 معالق ديال السكر، سكر الخشن، ساشي فاني، كاس ماء ما يعادل 150 مليلتر. غادي ندير، نجيب هذوك الفواكه، غادي نقيهم مزيان مزيان، وغادي ندير بهم واحد السيرو اللي غادي ندير شويه في لاكريم شويه في التالي نتاع الكاطو. غادي طيبوهم، غادي يكونوا سيرو ثقيل. نجيب واحد الكسرونه وغادي نقص فيها وديروه فوق داك الفواكه،
والنص راني غادي نديرو يطيب، النص غادي نخليه في التعليب بلا ما نطيبو. غادي تجيبو كاس ماء ديرو هنا، جيبو الساشي فاني، غادي تجيبو الشيكولا بيضة هكا 50 غرام. ما غاديش ديروها دابا، غادي تجيبو معلقة نتاع السكر وديروها داخل الفواكه. خليوهم يطيبوا 15 دقيقة وتطفيو عليهم. غادي تصفيوهم مزيان وديروا عليهم هذوك القطع ديال الشيكولا، وغادي تخلطوهم مزيان. غادي تخليوه مدة ليلة كاملة حتى يبردوا. منين ديروا لاكريم ديالكم ديروه في لاكريم ديالكم. اما باش غادي ندير في لاكريم، عندي البسكوي غادي نفتو مزيان هكا كي ندوخ، غادي نهرمشهم هكا شويه ما يكونش مهرمشين مزيان، وغادي نديرهم داخل الكاطو ديالي. ما طحناش مزيان، ديروا له غير هكا خليهم مارس شويه باينين باش ديرهم داخل لاكريم. بسم الله غادي نمشيو لاكريم. 600 مليلتر ديال لاكريم فريش، 100 غرام ديال السكر كلاص، معلقه صغيره فاني، 250 غرام ماسكاربون، غادي طلعوه مزيان وغادي ديروا فيه هذاك السيرول اللي درت ديال الفواكه، ديروا فيه 3 المعالق صغار، راه كيعطي واحد الذوق بنين. صافي درك راني درتوه هنا مع لاكريم، راه كيجي فيه واحد النكهه مزيان. غادي نجيب الجيب ديال الحلوه وغادي نعمر لاكريم ديالي هنا. صافي غادي نخليه على جنب وغادي نجيب هذاك الفواكه قبل ما نطيبوه. غادي نجيب السيرو اللي درت معاكم وغادي نسقي به الجينواز ديالي. درك غادي نجيب لاكريم وغادي نديرو فوق الجينواز. تابعوا معايا، غادي تجيبوا هذاك البسكوي وديروه فوق الكاطو ديالكم، ديروه في الوسط ديال الكاطو، وغادي ندير السيرو هذا، ديروا له السيرو مزيان تشربوه مزيان. ودركوي غادي نديرو الرقم الجاوج، ديرو هنا وصافي نزيدو نكملو. صافي غادي نجيب نزيد هذاك الفواكه، هذاك الكيوي، هذاك الواويد، غادي نديرو فوق الكاطو. هاش راه فيه النكهه ديال الفواكه. ها هو هذاك السيرو اللي درت معاكم نتاع الفواكه، ها هو كنديرو فوق الكاطو، راه كيعطي واحد الذوق زوين.
غادي نصبو على الكاطو ديالي كامل، راه كيعطي واحد الضوء زوين. هاني ساليت الفيديو ديالي، الا كان عجب ليكم بارطاجيو وديروا اللايك، وبسلامة عليكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.